مهم جدا للنادي الاهلي على فريق اسماعيلي بنتيجه 2-0. معايا في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي. كابتن ايوب مبروك، مباراه كبيره جدا من النادي الاهلي النهارده وبالتحديد في الشوط الثاني. عايز اخد طبعا تقييمكم كجهاز فني لاداء النادي الاهلي النهارده. طبعا بقول يعني الحمد لله، يعني مكسب مهم جدا النهارده. بتلعب الاسماعيلي، هو في احسن يعني فترات بيأدي فيها الموسم ده، هو متصدر. عندنا مؤجلات كتيره في الحسبان، انت يعني بتلعب فرقه من العيار الثقيل اللي بتنافس على الدوري كمان او متصدره السنه دي. الحمد لله تاخد الثلاث نقاط وده مهم. يمكن الشوط الثاني قدمنا مباراه كبيره، استحواذ وفرص وصول للمرمى وتحرز هدفين. يمكن فريق الاسماعيلي الشوط الاولاني كان عنده استحواذ، كان بيبدا الهجمه بشكل كويس. يمكن تعليمات كابتن حسام بين الشوطين اعتقد للعيبه اللي اتنفذت الشوط الثاني اعتقد يعني فرقت جدا. ايه تعليمات يا كابتن ايوب؟ لا يعني طبعا الفريق الاسماعيلي بيحضر ازاي وبيستحوذ ازاي في نص الملعب، تركه معينه بيعملها الاسماعيلي، التعليمات ازاي نقابل الاستحواذ بتاع الاسماعيلي ونضغط على الناس من قدام وازاي. هشام محمد شايفينه خارج مصاب كابتن ايوب، عايزين نطمن عليه. شوف الدكتور دلوقتي، الف سلامه طبعا على هشام. شوف الدكتور دلوقتي وانا مش عارف بالظبط في ايه، يعني مش طمن عليه دلوقتي في الاوضه يعني. لكن نرجع للمباراه والتغييرات بالتحديد في الشوط الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بعد ما تقدم بهدفين كان عمل تبديله واحده وهي بكماني مالم. فكره الجهاز الفني في التغييرات كان ايه؟ الفكره ده اي تغييرات يعني بتبقى حسب سيناريو المباراه وانت عاوز ايه من المباراه. يعني احنا كسبانين، عاوزين برضو نحافظ على هجومنا ونحافظ على المكسب. يعني أهمية المباراة النهاردة في أن فريق الإسماعيلي كان متصدر بطولة الدوري والنادي الأهلي ليه بعض المباريات المؤجلة، أعتقد كان مهم جدا الفوز النهاردة يا كابتن أيوب، وهتنظروا للمرحلة الجاية إن شاء الله إزاي؟ لا طبعا أنت بتلعب فريق متصدر، عندك مؤجلات كتيرة، طبعا مهم جدا إنك تعطله. بالنسبة لنا كل يعني حسابيا لو كسبت كل مؤجلاتك تبقى ليدنج في الدوري، ولكن يعني ما بنحبش نستعجل، يعني بناخد خطوة خطوة. الماتشات كلها صعبة وبنتلعب فرق تقيلة ورا بعض، فيهمنا جدا بس يعني بنركز مباراة مباراة وناخد غرض منها، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. توفيق يا كابتن. شكرا. طبعا ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد.